أحمد أبو الرب وصبا شارك ستوري أعلن من خلاله عن نزول فيديو جديد على قناتهم العائلية، وحيكون فيديو مفاجئ حيث علقت صبا بي الفيديو اللي كلكم بتستنوه. فشاف البعض أنه ممكن يعلنوا عن تاريخ عرسهم اللي صار قريب جدا بهذا الفيديو، فشو رأيكم أنتم؟ أوكي، عندي لكم خبر صار غريب ومفاجئ وصادم. اليوم إن شاء الله غالبا حينزل فيديو على القناة العائلية. ترى أما نارين بيوتي ففاجأت الجميع بحذف جميع صورها مع مو فلوجز اللي كانت مشاركتها سابقا معه على صفحتها على انستغرام، والسبب مو واضح لحد الآن، فالبعض عم بيرجح أنها حتعلن عن خطوبتها قريبا جدا لهيك حذفتهم. فشو رأيكم أنتو؟ أما غيث مروان وسارة وأسامة مروى وزياد وسارة وكل الشلة اليوم كانت نهاية رحلتهم بالسفينة اللي انطلقت قبل أيام عديدة، وهيك كانت أجواء الوداع. سكروا السفينة كلها ونحن لسه ما طلعنا. يلا الأسانسير. توديع على السفينة الجميلة. هاي تاني سفينة. ترقبوا ثالث سفينة إن شاء الله. أما أنس الشايب ومن خلال لايف مبارحة أجاب على بيسان إسماعيل من بعد دراما فيلم نتفليكس اللي كانوا حيشاركوا فيه مع بعض، ومن بعد ما صرحت بيسان أن الشركة اللي رح يعمل معها أنس هي شركة إسرائيلية، فصرح أنس أنه إجابته كانت الصمت ومحابب يدخل بدراما، وأنه في كتير ناس بدها تعلق معه بدراما مشان المشاهدات وهو مطنشهم. وحكى أيضا عن مجال السوشيال ميديا واليوتيوبرز أنه مجال وسخ. فشو رأيكم بتعليقات وتصريحات أنس؟ أحيانا بلتزم الصمت، لأنه الصمت يعني رد قوي، فهمت علي؟ عم بقعد أحكي وأصغر عقلي وأعطي مجال. في كثير ناس حابة تعمل دراما معي وبدأ يعني أطلع وأحكي وهيك، أنا مش فاضي للدراما وهي الشغلات، مش فاضي، عندي شغلات أهم والله. في ناس تستنى عمار إن أطلع أرد عليها عشان تطلع، وأنا أطلع وهو يطلع، حلو عني. بس إنه مجال كثير سيء والله، كثير كثير يعني. أنتوا بتشوفوا الشغلات هاي اللي بتصير وإنه بيحبوا بعض وهيك، وهذا كله هبل وكذب، فيش حد بيحب حدا. مثلا في عيد ميلاد، مثلا عيد ميلاد فوا بعض، مرحبا كيفك، والله العظيم بدون مزح يحكي له مرحبا كيفك، أهلين، يسلموا مع بعض، يحكوا مع بعض، يروح هذا على طاولته وهذا يروح على طاولته، بينزلوا سب 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 سب، بيهلكوا بعض هلك. مش هاي الشغلات بتصير، فأنا بخف عقلي، بكون قاعد بينه وبين حالي بقول يا الله ليش هذا مجال السوشيال ميديا لهالدرجة وسخ.